السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، ولسه مكملين معاكم في الفقرة الحوارية الثانية من الأهلي الليلة. امبارح كان معانا واحد من نجوم منتخب مصر اللي حققوا البرونزية عام 2001، منتخب كابتن شوقي غريب، وهو الكابتن محمد اليماني، وتكلمنا معاه عن المنتخب واتكلمنا على كمان على الإنجازات اللي حققها سواء مع منتخب مصر للشباب أو في مسيرته الاحترافية. النهاردة مكملين أيضا مع واحد من نجوم مصر اللي كانوا مشاركين في نفس الإنجاز، برونزية الشباب 2001، مع الكابتن شوقي غريب نجم منتخب مصر ونجم النادي الأهلي الكابتن أبو المجد مصطفى. ازيك يا كابتن؟ طلع عمر عامل ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ تمام يا حبيبي، الحمد كله تمام؟ منور يا كابتن. ربنا يخليك يا حبيبي، انا امبارح كان معانا، ربنا يخليك يا كابتن، انا اسعد طبعا. وامبارح كان موجود معانا الكابتن اليماني طبعا، واتكلم معانا على المنتخب، لكن يعني قدر جميل جدا ان حضرتك تكون موجود معانا النهارده علشان نكمل قبل ما نروح للحوارات الفنيه وراي حضرتك في الاهلي والمباراه القادمه. عايز اعرف منك كده يعني تجربة المنتخب، وعايز اسالك سؤال في يعني حصل في الارجنتين. دايما بعد مباراة مصر والارجنتين واللي خلصت نتيجة كبيرة لصالح منتخب الارجنتين، بعديها كان كل جمهور الارجنتين اللي كان بيبقى موجود في الملعب، لو الكورة ما جاتش الاثنين ابو المجد مصطفى ومحمد اليماني كان بيزوم على اللعيب. ليه بقى السبب؟ مفيش، بس طبعا انت رجعتنا لذكريات جميلة جدا. طبعا الواحد طبعا من اهم المحطات اللي الواحد اكيد اتحط فيها، ومن الحاجات الانجازات اللي الواحد بتشرف ان هو حققها على النظير الدولي. يعني طبعا كان احنا طبعا كان الامور كانت صعبه جدا بعد الماتش الارجنتين، طبعا هزيمه تقيله جدا. حد قال لكم يا كابتن تجيبوا جون في يوم الاول؟ حد قال لكم تجيبوا في يوم الاول؟ المشكله انت عارف المشكله، بس في الماتشات الكبيره لما تيجي تجيب جون بدري وفرقه كبيره وبيحتاج، بس ان انت بعد ما تجيب الجول لازم يعني تمسك نفسك شويه. احنا مشكلتنا ان يعني في احنا جبنا جول بعديها على طول جابوا التعادل، بعديها على طول راحوا جايبين الجون. كان سافيولا بقياده سافيولا كان اعظم لاعب في منتخب الارجنتين، واللاعب اللي لعب لبرشلونه وريال مدريد بالظبط. فهي دي كانت بس هي مشكلتنا في المباراه. احنا الحمد لله كنا بنلعب كل المباريات ان احنا عايزين نكسب. احنا مش رايحين نأدي اداء مشرف او ان احنا نوصل لدور معين، لا بالعكس، احنا كان طموحاتنا ان احنا لازم نحقق حاجه، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى حقق لنا يعني المجهود بتاعنا، وان احنا نوصل نعمل حاجه محترمه للجيل دوت وللبلد في الفتره ديت. فيمكن هي المشكله ان احنا الفتره ديت كنا انا واليماني يمكن من الناس اللي هي كانت ليها لغه شويه مع الجمهور. كانوا بيحبوا لعبكم بالظبط. يعني لا، حتى يعني الجمهور لما كان حد بيشاور لك او بيكلمك فانت كنت بتتفاعل معاه، فهم ما يعرفوش حد فينا يعني ما يعرفوش، فهم بالنسبه لهم ان لعيب بيشاور لهم او كانت حاجه طبعا كويسه. كانوا على طول بيشجعونا بشكل كويس، كانوا من بعد المباراه ديت احنا الحمد لله قدرنا نقنع الناس او المجموعه اللي كانت موجوده ان المنتخب مصر منتخب محترم. بعد الهزيمه ديت حته ان انت تكسب وتوصل للادوار النهائيه بعد كده ديت كانت يعني صعبه جدا على اي حد. ازاي الناس ديت خرجت من الاحباط اللي كانوا فيه بعد النتيجه ديت؟ فيمكن ديت من الحاجات الايجابيات الحمد لله اللي الكابتن شوقي غريب في الفتره دي اشتغل عليها بشكل كويس. اللعيبه كانت على قد المسؤوليه، كانوا رجاله. الجيل بتاعنا فيه ميزه ان احنا ما كناش بنخاف وما كناش بنقلق، وكان عندنا ثقه في ربنا طبعا وثقه في نفسنا ان المنتخب بتاعنا منتخب محترم ومنتخب كويس، والمجموعه اللي كانت موجوده فيه على قد المسؤوليه ومجموعه مميزه، وكانت فعلا تستحق ان هي الجيل ده كان يبقى ليه شأن كبير جدا بعد البطوله في مصر. لكن بقى الظروف وان المنتخب برضو تكمل بالمنتخب الاولمبي طبعا، وفي عناصر دخلت جديده وفي عناصر مشيت، فيمكن ده اللي عمل دروب شويه للجيل.
لكن انا سعيد جدا ان انا كنت ضمن الجيل المحترم باللعيبه اللي كانت موجوده بالاسماء اللي كانت موجوده. احنا الحمد لله كلنا صنعنا اسمنا بنفسنا طبعا بمساعده الناس اللي وقفت جنبينا، اذا كان كابتن شوقي او المدربين بتوعنا في الانديه. فالحمد لله يعني دي كانت محطه مهمه جدا بالنسبه لنا، والحمد لله قدرنا نحقق حاجه كويسه. طيب انا هفضل معاك شويه في المرحله الخاصه بالمنتخب الشباب، عايز اعرف استعداداته ازاي، يعني استعدادات المنتخب، المعسكرات، اكيد حضرتك فاكر المعسكرات والايام الجميله اللي مش ممكن تنساها مع مجموعه من اللعيبه اللي قبل بقى ما يبقوا نجوم كنتوا لسه شباب صغير عندكم طموحات واحلام. بدأتوا امتى الاستعداد واستعدتوا ازاي؟ والسؤال الثاني اللي مرتبط بفتره الاعداد، كنتوا تتوقعوا ان انتوا ممكن تكونوا ثالث العالم، ولا هو الموضوع كان هنروح هنلعب على المكسب لكن ممكن نوصل لدور 16 او دور الثمانية، لكن ثالث عالم دي ما كانش حد بيحلم بيها ابدا؟ طيب يعني واحدة واحدة، احنا كنا المفروض ان احنا اتجمعنا بدري جدا الحمد لله قبل البطولة تقريبا بحوالي سنتين وشوية، تمام، تقريبا من 98 يعني في اواخر 98 بدأنا، يعني كابتن شوقي بدأ يشوف المواليد ديت في كل مصر، اتعمل معسكرات كتير جدا في استاد القاهرة في الفندق المنتخبات اكيد طبعا انت عارفه. طبعا طبعا. فكابتن شوقي غريب شاف كل الناس، ناس كتيره جدا كانت معانا، لاعيبه مصر كلها اللي كانت في الجيل ديت خدت فرصها وكانوا موجودين، لغايه لما طبعا كابتن شوقي اكيد في شغله ظبط الهيكل واستقر على المجموعه اللي ممكن تبقى موجوده. برضو الميزه ان احنا كنا واخدين الامور خطوه خطوه. احنا ده شيء مهم بالظبط. طبعا حته تكوين المنتخب دي كانت خطوه، حته الاستعداد والماتشات اللي انت كنت بتلعبها دي برضو اديتك تقلك بشكل كويس. انت كنت بتلعب مع منتخبات قويه، بتلعب مع اعمار سنيه اعلى منك واكبر منك، احنا كنا في اوقات بنلعب ماتشات مع فرق دوري ممتاز احنا كنا صغيرين. فكان كابتن شوقي كان على طول مصر ان انت تلعب مع حد اقوى منك عشان لما توصل للمراحل او المرحله اللي انت تبقى موجود فيها مع المنتخب يبقى ما فيش رهبه، يبقى انت عندك ثقه، يبقى انت الموقف ده تتعدى عليك. فتعامل معانا الحاجات دي كلها خلال الفتره اللي كان فيها اعداد للمنتخب. الدوري بتاع الناشئين في الفتره دي كان قوي جدا. انا فاكر طب انا هاخد من سؤال حضرتك اللي حضرتك قلته ان دوري الناشئين كان قوي، قبل ما نروح للطموح، هل كنت تتوقعه؟ طيب هل في لعيبه تقدر تفتكرها كانت موجوده معاكوا لكنها ما سافرتش وبعد كده بقى نجوم؟ هل ممكن ولا كابتن شوقي لم كل النجوم اللي ميدو كانوا موجودين؟ يعني اقرب حد طيب. كان ميدو، احمد حسام ميدو. ميدو هل تاثر بتجربه السفر والاحتراف ولا ما كانتش ليها دعوه، كان موجود في مصر؟ هو ميدو كان موجود معانا بعد ما اول تجربه احتراف ليه كان موجود معانا في بطوله افريقيا افريقيه. وبعد كده هو دخل في الاحتراف ولعب في نادي جنت البلجيكي بالظبط. فكانت الامور تقريبا في الوقت ده صعبه جدا ان هو يسيب النادي ويرجع للمنتخب فدي كانت يعني كان من اللعيبه اللي هي كانت موجوده معانا وما لعبش معانا نهائيات. غير كده كل الكابتن شوقي اخذ كل اللعيبه اللي ممكن يعني ان هو على ما اذكر كله يعني كل الناس اللي ظهرت على الساحه في الفتره ديت من الجيل بتاعنا كانوا موجودين في المنتخب. الطموح بقى كابتن كنتوا يمكن برضو محمود فتح الله كان من الناس اللي ما انضمتش لكن بعد كده بقى نجم طبعا، واحد من نجمه الزمالك ولعب في منتخب مصر صح حقق بطوله. طيب الطموح بقى والحلم يا كابتن دلوقتي انتوا مسافرين، هل في دماغكم ان انتوا هتحققوا ميداليه برونزيه او تكونوا من اقوى ثلاث فرق في البطوله، ولا كان الموضوع هنوصل لابعد مدى واكيد هيكون انجاز وشرف للكره المصريه؟ زي ما قلت لك في البدايه هي الطموحات بتيجي من شغلك. تمام. احنا من بدايه تجميع المنتخب
واحنا زي ما قلت لك واخدين الموضوع خطوه خطوه. تمام. خطوه الاعداد، خطوه تكوين الفرقه، امم افريقيه. يمكن احنا طموحنا زاد بشكل كبير جدا بعد امم افريقيه. المنتخب بتاعنا حسينا ان احنا الحمد لله فرقه تقيله، حسينا ان احنا لا نقدر نكسب اي حد. احنا الماتشات حتى اللي احنا عملناها في الاعداد كانت مع المانيا وفرنسا وايطاليا وهولندا، فكان مع منتخبات كبيره. فاحنا لما كنا بنلعب مش حاسين ان في فروقات، حاسين ان احنا افضل. معظم الماتشات كنا بنعمل فيها نتيجه ايجابيه وبنكسب، وكان بيبقى الاداء كمان اداء عالي. فيمكن دي الحاجات اللي زودت عندك الطموحات، ان انت بتلعب فرق كبيره وتحقق نتيجه ايجابيه، فانت ليه لا لما تروح كاس العالم ما تحققش او ما تعملش انجاز ليك يتضاف لك في السي في بتاعك. دي كانت من الحاجات اللي هي زودت عندنا طبعا الطموحات. زي ما قلت لك احنا كان الحمد لله برضو ربنا انعم علينا ان الجيل بتاعنا مرتبط قوي ببعض. طيب انا عايز اقفل وقافل على نفسه. طيب الخوف اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه وتقول ان انتم ما كنتوش بتخافوا من حد. طيب مباراه هولندا، لويس فان خال واقف على الخط، تمام، وهو مدير فني سابق لنادي برشلونه. فاكر المحاضره؟ ممكن لو فاكر اجزاء منها. ازاي كابتن شوقي اتكلم على تيم هولندا؟ بنتكلم على هونتلار، بنتكلم على روبن، بنتكلم على نجوم في منتخب هولندا دلوقتي من احسن اللعيبه اللي موجودين في العالم وحققوا انجازات سواء على صعيد الانديه او على صعيد المنتخبات. ازاي لما كنت تلعب على الخط باك رايت وشاف لويس فان خال قدامك ما كانش في رهبه، ما كانش في خوف؟ هل شخصيه لاعب كره القدم او الشخصيه منتخب الشباب 2001 كانت هي دي الفارق في المباريات الكبيره؟ هو بص يعني كان في حاجات احنا كابتن شوقي اشتغل عليها من زي ما قلت لك من اول ما عمل المنتخب. ان انت لما بتنزل اي ماتش او بتلعب اي فرقه او ايا كان مستوى او كده، هو بيوصلنا ان انت تركيزك الكامل جوه الملعب، بتعمل اللي اتطلب منك، بتحاول تنفذ. كابتن شوقي كان مدينا كان في الاداء بتاعنا مرونه كبيره جدا في الجزء الثاني من الملعب، في يعني كان بيدينا الحرية في نص ملعب الخصم. بالظبط، يقول لك عدي نص الملعب اعمل اللي انت عايزه، او مش اعمل اللي انت عايزه يعني ابدا اعمل شغلك، ابدع العب كورتك، ما تقلقش ما تخافش. فزي ما بقول لك كان الفكره ان هو وصلك لمرحله ان انت لما بتيجي تلعب اي حد ما بتبصش هو مين، وده ما بيأثرش فيك. ودي شخصيه اثرت علينا كلاعيبه في الملعب، يمكن عشان لعبنا كلنا دوري دولي بدري، ولعبنا كان معظمنا اتصعد حتى في الفتره ديت فريق اول او قبل كاس العالم، كان معظمنا كان بيلعب في الفرق الاول بتاعت الانديه بتاعته. يمكن انا لعبت انضميت للمنتخب وانا لسه كنت في شارع الدخان. كنت بلعب في الفريق الاول، كنت بحتك بالسن الكبير، وبحتك بلعب دوري قوي جدا اللي هو الممتاز بيه، ومع نجوم. يعني مع نجوم انا اتصعدت في الفتره اللي كان فيها كابتن خالد جلال كان لسه بيلعب طبعا، فكانت حاجه طبعا فادتني بشكل كبير جدا. اكيد اكيد. ومعظمنا زي ما بقول لك رضا شحاته كان من اول الناس اللي لعبت دوري ممتاز في الجيل بتاعنا. طيب عايز اروح للشخصيه وشخصيه اللاعب الناشئ. يا كابتن حضرتك مدير اكاديميه وادي دجله للبراعم فرع 6 اكتوبر، واكيد نادي وادي دجله واحد من الانديه اللي بتعرف تطلع ناشئ، والاستعانه بالكابتن ابو المجد مصطفى في حته هو عاشها وخاضها وحقق فيها انجاز اكيد حاجه بتعود بالايجاب على الناشئ الصغير. ازاي يا كابتن ابو المجد ازرع شخصيه قويه في اللاعب الصغير في السن علشان لما يتصعد ويبدا ان هو يمر مرحله الناشئين يفيد ناديه ويفيد منتخب بلده ويسهل الموضوع بشكل كبير على المدير الفني اللي بيدربه؟
طبعا يعني في البدايه ان وادي دجله من اكثر الانديه في مصر مهتميه بالقطاع الناشئين طبعا او بقطاع البراعم في مصر. يعني احنا شايفين التجربه اللي موجود فيها وادي دجله دلوقتي بالفرقه الموجوده بالمدير الفني الموجود، عاملين حاجه محترمه جدا، ويمكن حاجه تضاف لاداره وادي دجله ان ما تأثروش بالنتائج، ما تأثروش بالمستوى اللي كان في بداية الموسم مع المدير الفني أو مع الفرقة. احنا شفنا الفكرة ان انت لما بتلاقي المدرب بيشتغل بشكل محترم، بتلاقي المدرب ليه شخصية، والشخصية دي بتنعكس على اللعيبة والأداء بيختلف. لازم تصبر عليه ولازم تديله الثقة ولازم تسنده بشكل كبير جدا، ودي حاجة تحسب لهم طبعا. طبعا فكرة الناشئين في مصر أو فكرة إن أنت تأثر في اللعيب من صغره دي حاجة مهمة جدا، ولازم مش أي مدرب بيقدر يتعامل طبعًا فيها أو يقدر طبعًا أو يقدر يشتغل عليها. أصعب شغل يا كابتن، شغل الشباب والبراعم بالظبط، بالذات البراعم. فانت في البدايه انت لازم تشتغل على المدرب الاول قبل اللاعب، ان انت لو هيأت للمدرب طريقته وشغله الفني وهيأت له الجو اللي هو يقدر يشتغل فيه ويقدر ينتج منه، ده هيفرق معانا بشكل كبير جدا. اللعيب من صغره بيتأثر بشكل كبير جدا بشخصيه المدرب او بشخصيه الراجل اللي بيتعامل معاه، ويبدأ يتكون بشخصيته من خلال التعامل مع المدرب بتاعه، ودي حاجة مهمة جدا، ودي حاجة احنا في وادي دجلة بنحاول ناخد بالنا منها وبنحاول ان احنا نشتغل عليها بشكل كبير جدا. ويمكن برضو نادي الأهلي اللي انا اعرفه ان هو بيشتغل على الشخصية ديت من بداية الولد اللي بيبدأ لسه في المراحل التعليمية بتاعته، بيبدأ يكون فيه شخصية البطل وبيبدأ يكون فيه شخصية النجاح، فدي حاجة مهمة جدا ودي بتفرق كتير جدا. يمكن أنا اتكلمت هنا برضو من فترات بعيدة إن سبب من الأسباب إن النادي الأهلي مستواه بيبدأ يتراجع عشان احنا ما خرجناش حد قوي بقالنا فتره من تحت. وليه؟ ان انت كل الناس اللي فرقت مع النادي فرقت مع اولاد النادي. بس يا كابتن دي بالظبط، يعني انا عايز اقول لحضرتك دلوقتي الوضع، يعني رمضان صبحي من ناشئين النادي الاهلي، نصر ماهر من شباب النادي الاهلي، يعني سعد سمير، رامي ربيعه، فبرضه الموضوع اختلف تطور عن زمان. يعني انا بتكلم على يعني الفتره الاخيره النادي الاهلي بدا ان هو يعني يستعين ببعض اللعيبه اللي موجودين في قطاع الناشئين، وانا اعتقد ان الموضوع يا كابتن دلوقتي بقى في الحسبان بسبب وجود كابتن عادل عبد الرحمن مع فريق الشباب، وجود كابتن فتحي مبروك في قطاع الناشئين، وكابتن خالد بيبو في الاكاديميات. فهل حضرتك شايف ان هو ده سبب ان ممكن النادي الاهلي لو اهتم بالشكل بقى القوي جدا 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 بقطاع الناشئين ممكن يستغنى عن التعاقدات بالمبالغ الرهيبه اللي احنا بنشوفها في كره القدم السنه دي والموسم الماضي؟ يعني بالتاكيد كلامك طبعا صحيح 100%. زي ما قلت لك النادي الاهلي بيفرض شخصيته على الناشئ من بدايه ما بيدخل النادي الاهلي، ودي حاجه مهمه جدا. احنا لما شفنا في الفترات اللي كان لسه حسام عاشور بيطلع، كان لسه اسامه حسني بيطلع، كان لسه اي حد كان موجود في الفترات، حسام غالي وائل متعب انا وابو مسلم كل الناس ديت بتتاثر بشخصيه النادي الاهلي صح، وبيبقى عارف دوره وايه المطلوب منه والطموحات اللي بتتحط عليه والضغوطات اللي بتتحط عليه، يمكن ديت بتبقى موجوده عند الناشئ، ان الناشئ مطالب ان هو يكسب كل البطولات، مطالب ان هو يؤدي باحسن اداء في النادي الاهلي، فدي حاجه مهمه جدا زي ما انت ما قلت، هتفرق بشكل كبير جدا. ابن النادي الاهلي بيبقى ليه الاستمراريه
بشكل كبير جدا في 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 الفرقه، وبيبقى مع احترامي اللي انا شايفه بيبقى روحه اعلى من صح. اي حد ممكن تجيبه من بره، هو حاسس بالقيمه اللي موجود فيها، هو متربي على كده، فبالنسبه له انا عارف القيمه اللي انا بتعامل فيها، ببقى عارف الناس او المجموعه اللي معايا احنا بنشتغل ايه وهدفنا ايه وطموحاتنا ايه. انت بتلاقي الناشئ طالع هدفه مكسب، هدفه ان انا احقق بطوله، هدفه ان انا احقق حاجه للنادي، فدي حاجه مهمه جدا. احنا بناخد وقت كتير جدا مع اللعيبه اللي بتيجي من بره النادي الاهلي، ان بيبقى لعيب مميز قوي ولعيب كويس قوي، لكن هو يعني ما ترباش برضو على حته البطوله، فده ممكن بياخد وقت شويه عقبال ما بيخش في الاجواء بتاعت النادي والطموحات اللي بتطلبها منه النادي. فيمكن هي دي اللي اثرت الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا على النادي الاهلي. النادي الاهلي انا رايي ان هو ضم لعيبه كتيره. طب قبل بقى ما نتكلم في الضم، عايز اعرف راي حضرتك في الاهلي في عام 2018، النهارده 2/1/2019، قبل ما نروح للعيبه رايك في التعاقدات، وعايزين نتكلم على مباراه بيراميدز شويه، عايز اعرف راي حضرتك في الاهلي في 2018، حقق بطوله الدوري، بطوله افريقيا بيخسر للعام الثاني على التوالي، حضرتك واحد من اللعيبه اللي حققوا بطوله لقب دوري الابطال، فعايز اعرف تقييمك وبعديها نروح للتعاقدات اللي الاهلي اتمها في 2018. تمام، يعني برضه هنرجع للنقطة اللي أنا نهيت بيها، إن المجموعة اللي كانت موجودة ما تعرضوش للضغوطات العالية في المنافسة أو في الجمهور أو ضغط البطولة. طبعا كان الناس اللي كانت شكلها كويس أو الناس اللي كانت واقفة على حيلها في الفترة ديت، الناس اللي هي عندها الخبرات اللي اتعملت تحت الضغط دوت، ويمكن ده أثر بشكل كبير جدا على الأداء وعلى تحقيق البطولة وخروجنا طبعا في النهائي في التراجي هناك، وانت عامل نتيجة إيجابية هنا. يعني ما ظنش النادي الأهلي لو في حالته بالنتيجة اللي اتعملت في القاهرة هنا كان ممكن يطلع بالشكل دوت في تونس. فيمكن دي كانت من الحاجات اللي انا قلت لك عليها، ان انت اللعيب عليه عامل كبير جدا، ولازم يبقى بمواصفات معينه يقدر يتعامل في المواقف اللي زي ديت، ان النادي الاهلي طول عمره بيتعرض للمواقف ديت. تمام، ويمكن قبل البطوله ديت ببطولتين ثلاثه النادي الاهلي كان بيبقى عامل نتائج سلبيه هنا في القاهره وبيروح يكسب بره. تمام صح، ويمكن احنا كسبنا بطولتين بره في تونس وحققنا البطوله واحنا خارج، واحده مع الصفاقس واحده مع الترجي التونسي، لكن بالظبط، لكن دوت يرجع طبعا لنوعيه اللعيبه كانت موجوده، شخصيه اللعيبه اللي كانت موجوده، فدي كان عامل مهم جدا، كان هو ده اللي عمل الدروب الفتره اللي فاتت. طيب عايز اعرف رايك في التعاقدات اللي الاهلي تعاقد معاها بعد الدروب اللي حصل في افريقيا والضغوطات اللي حضرتك اتكلمت عليها، هل حضرتك شايف ان الصفقات الحاليه، مع العلم ان لسه يناير شغال ولسه فتره التعاقدات مستمر، هل حضرتك شايف ان بالخمس لعيبه اللي الاهلي تعاقد معاها، خمسه انا بقول ان صالح جمعه واحد من اللعيبه اللي الاهلي هيأيدهم في يناير، وبالتالي يعني بحسبهم مع اللعيبه اللي الاهلي هيستفيد منهم بدايه من الموسم ده، هل حضرتك شايف ان الخمس لعيبه دول ان شاء الله قادرين على سد الفجوات او الثغرات اللي موجوده في النادي الاهلي؟ يعني بالتاكيد هم هيضيفوا النادي الاهلي طبعا بشكل كويس، خاصه طبعا رمضان صبحي طبعا من اولاد النادي، طبعا هو خد تجربه احتراف ورجع، يعني اظن ان هو هيفرق بشكل كبير جدا
في الجزء التلت الاخير اللي هو الجزء الهجومي بتاعنا. ويمكن دوت برضو كان من الحاجات اللي كانت مأثره بشكل كبير جدا على النادي الاهلي في الفتره الاخيره. الجزء اللي هو تحت الفرويد متهيألي رمضان هيقدر يحل كويس متهيألي. طب يا كابتن انا هقول لك على حاجه، يمكن انا عايز اقول لك ان الجزء الخاص بالنادي الاهلي متاثر شويه بالبلاي ميكر. هل صالح جمعه ممكن نقول ان هو لو في الحاله الطبيعيه اللي معروف بيها صالح جمعه هو ده اللي ممكن يشد تيم النادي الاهلي وممكن يكون نقطه فارقه في التلت الاخير للنادي الاهلي سواء للاطراف او للراس الحربة؟ بص انا من الناس اللي مقتنعه مليون في الميه بامكانيات صالح جمعه. وصالح عنده كاريزما كده او شخصيه بتاعت البلاي ميكر اللي ينجحك. لكن كل الامكانيات بتاع صالح جمعه ديت لو اشتغل عليها بجديه واشتغل عليها بتركيز وبدا يبقى مركز اكتر من كده متهيألي هيفرق بشكل كبير جدا. انا من الناس اللي بحب طريقه لعبه. من اللعيبه اللي انت تقدر تلعب له وتحط له الكوره تحت ضغط وما تقلقش ان ممكن الكوره تقطع منه. عنده حلول، عينه بيبقى شايف الناس كلها. يقدر يوصل المجموعه اللي قدام بشكل جيد جدا. لكن زي ما انا ما قلت لك لازم ياخد الامور بجديه، لازم يهتم بنفسه، لازم يحافظ على نفسه. الفترات اللي فاتت لازم يعتبرها ان ده كان درس ودرس قاسي عليه، لازم اتعلم منه. ما تفرطش في الفرصه اللي جات لك. مهم جدا ان انت تحس بالقيمه اللي انت موجود فيها وتحس بقيمه ان النادي الاهلي رجعك او تحمل اي انتقادات. مظبوط. اي انتقادات تمت الفتره اللي فاتت عليك، فلازم تبقى على قد المسؤوليه. وان شاء الله انا حاسس ان هو باذن الله هيفرق الفتره اللي جايه بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي. نفس الكلام انا عندي محمد محمود، من اللعيبه الصغيره اللي يقدر. كل الناس يا كابتن متفق عليه ومتفق على اخلاقه ومتفقين على امكانياته وبيقولوا ان هو شخصية. واحد طبعا مهم جدا، مهم مزبوط. جدا اللعيب اللي يلعب في النادي الاهلي يكون عنده شخصيه، ما يقلقش من حد، يبقى ليه اسلوب لعبه وطريقته وشكله لازم يمشي في الاطار بتاع النادي الاهلي. وانا شايف ان محمد محمود من اللعيبه اللي عندها الشخصيه اللي تقدر تجيد في المكان دوت وتقدر تحقق الفرق مع النادي الاهلي. لكن بص عمر، يعني انا وجهه نظري ان المجموعه ديت لازم تخش واحده واحده، يعني ما نستعجلش عليهم. طيب هناخد من كلامك نروح لبيراميدز يوم الجمعه. دلوقتي مين من اللعيبه اللي حضرتك شايفها اللي الاهلي تعاقد معاهم ممكن يكون موجود في المباراه وممكن يكون ليه دور ايجابي؟ من وجهه نظري طبعا من الخمسه، من الخمسه اللي موجودين واحد بس، رمضان صبحي. رمضان صبحي مع انه اقل، يعني اقل جاهزيه من محمد محمود ومحمود وحيد. يعني محمد محمود لسه لاعب مباراه من اربع خمس ايام ضد فريق الجونه وكسب مع دجله. تمام. محمود وحيد نفس الشيء مع المقصة. تمام. فحضرتك فضلت وجود رمضان صبحي على الاثنين اللي رجليهم في الملعب. طيب عايز اعرف الاسباب اللي خليتك تقول ان رمضان صبحي هو الاجهز وهو اللي ممكن يكون الوحيد القادر على اللعب في مباراه الاهلي وبيراميدز يوم الجمعه اللي جاي. طيب فكره تاقلم مع الفرقه. ان رمضان مش غريب، رمضان يعني مش غريب. تمام. رمضان معظم الناس الموجوده معاه موجوده في النادي الاهلي لعب معاها. رمضان مش هياخد وقت ان هو يحفظ تحرك مثلا وليد سليمان، مش هيقدر يحفظ تحرك مثلا. طيب هل لعبه في المنتخب مع لعيبه النادي الاهلي هيكون ليه دور ايضا في الموضوع اللي ازاي يفهم اللعيبه، او مش هياخد وقت في التاقلم، او هيبقى عارف تحركات زمايله ازاي؟ بالظبط. مروان محسن بالظبط، وليد سليمان بالظبط، نتكلم على باقي اللعيبه اللي موجودين معاه. بالظبط. يعني ده حاجه مهمه جدا طبعا انت اشرت ليها، ان هو مش هياخد وقت في التاقلم مع المجموعه ديت، ان هو كان قريب منهم الفتره الاخيره ديت في المنتخب. عنده شخصيه رمضان صبحي يقدر
يكون موجود ويأدي بشكل كويس. رمضان من الناس اللي هي تقدر تحقق الفارق في الفترة ديت مع النادي الأهلي. ما تقلقش إن هو لسه جاي أو هو لسه مش جاهز، لكن ممكن أنا أقدر أوزع ممكن ما أقدرش يعني ما أدلوش البداية يبقى موجود معايا. اقدر انا اوظفه في 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 الوقت في الـ في الـ في المركز في في الحاجات ديت اقدر ان انا اشتغل عليه. لكن انا بقول لك يعني من وجهه نظري الوحيد اللي هو يقدر في الفتره دي ان هو ممكن يكون موجود في مباراه بيراميدز. طيب فنيا بقى هنروح للمباراه ونتكلم عنها شويه. احنا المباراه قويه طبعا، فريق بيراميدز من الفرق القويه اللي بتادي بشكل كويس سواء مع قياده فنيه اجنبيه او تحت قياده فنيه مصريه كابتن حسام حسن. لكن بيراميدز قوي بسبب التدعيمات اللي دعمها بدايه من الموسم الحالي، واي فريق ضد النادي الاهلي بيكون عنده لعيبه قويه بنعتبر ان المباراه مهمه، سواء الاهلي وبيراميدز، الاهلي وامبي، الاهلي وبتروجيت، الاهلي والمقصه، الاهلي وسموحه، كل دي مباريات قويه جدا. فعايز اعرف من حضرتك رايك الفني في المباراه، وايه السيناريو اللي ممكن نتوقعه انا وحضرتك ان المباراه تسير في النحو اللي هيكون ماشي فيه. طبعا زي ما قلت ان المباراه هتكون مباراه قويه جدا طبعا. فريق بيراميدز زي ما انت قلت فرقه محترمه معاهم مجموعه من اللعيبه على مستوى عالي طبعا. عندهم طموحات عالية، طموحات ان هو يحقق بطولة، فده دي انا شايف ان دي حاجة كويسة. وشايف ان المباراة هتكون للنادي الاهلي افضل بكتير من المباريات اللي فاتت. حضرتك بتتكلم على الشكل ان بيراميدز نازل فريق يهاجم بالظبط، فبالتالي هتكون مباراة هجومية بالزبط. الاهلي بيتألق امام الفرق اللي بتهاجم بالزبط. مش الفرق اللي بتدافع. لا 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 مظبوط، اتفق معاك. يمكن احنا شفنا المباراه الاخيره للنادي الاهلي الداخليه فرقه بتدافع بشكل كبير جدا. انا شايف النادي الاهلي ادى في المباراه ديت اداء كويس وضيع، وكان في سوء حظ وتوفيق. لكن زي ما بقول لك المشكله لو كوره من الكور اللي جت في العارضه جت داخل الجون بتفرق في شكل الماتش، بتفرق في اداء اللعيبه، بتفتح المباراه اكيد. زي ما قلت لك هي دي المشكله اللي بيقابلها النادي الاهلي، ان معظم الفرق اللي لعبها حتى في المؤجلات كلها فرق بتصارع، فيهمه جدا ان هو ما يخسرش من النادي الاهلي. ان المباراه ديت بالنسبه له لو خد منها بونت يبقى أكيد كسب. طبعا طبعا فدي كانت عامله مشكله طبعا الفتره اللي فاتت. شايف ان اداء النادي الاهلي الفتره الاخيره في تصاعد، مش شايف ان الاداء مذبذب، بالعكس انا شايف من بعد المباراه ممكن القبل الاخيره تمام. للنادي الاهلي الشكل والاداء وشخصيه النادي الاهلي وطريقه اللعب كانت مختلفة بشكل كبير جدا. طبعا دي أول مباراة للمدير الفني تمام، ومهم جدا إن هو يعني دخل على محك قوي جدا وبدايته هتكون قوية جدا. وهنشوف طبعا شخصيته وهنشوف طريقة اللعب بتاعته وهنشوف تفكيره أو أسلوبه هيكون عامل إزاي. لكن متهيألي برضو مش هيختلف كتير جدا عن هل ممكن عن الفترات الاخيره. هل مستر لاسارتي ممكن يخرج شويه عن المباراه الاخيره للداخليه، ولا فتره التعاقدات دي هتبقى فاتحه له بعض المساحات اللي ممكن يتحكم فيها، ممكن يستعين بيها بعض اللعيبه عكس مكان كابتن يوسف بيتولى المسؤوليه خلفا لمستر كارتيرون؟ بص هو اكيد الفتره اللي فاتت دي كان قاعد بيتفرج على كل الناس، كان ليه تصريحات ان هو حابب يشوف كل الناس، محدش هيمشي من النادي غير لما يكون هو اللي واخد فيه القرار، ودي حاجه مهمه جدا. متهيألي اكيد كابتن محمد يوسف الفتره الاخيره مديله تقرير وافي او هيكل او شكل للنادي الاهلي. ما اظنش ان هو زي ما قلت لك ان هو هيخرج
او هيغير هيخرج بره الاطار هيغير بشكل كتير بشكل كبير جدا. ما اظنش ان هو ممكن يقدر يعمل كده الفتره ديت. ممكن هيبقى التغيير في الحدود مظبوط. وده طبعا في مصلحه النادي الاهلي. ان طبعا الدوري مضغوط والماتشات كلها المؤجلات ديت مهمه جدا للنادي الاهلي ان هو يقدر. الاهلي يا كابتن عنده 6 ماتشات في شهر يناير، 4 في بطوله الدوري و2 في بطوله افريقيا. فيمكن يمكن التوقيت والضغط اللي هيكون في المباراه ديت انا شايف ان هي ان شاء الله هيكون عامل ايجابي. حته ان انت بتلعب بالماتشات ورا بعضها خاصه لما بتكسب دي بتفيدك بشكل كبير جدا. بتعلي طبعا الثقه بشكل كبير جدا عند اللعيبه وعند الجهاز بتعمل ضغط على المنافس طبعا بتاعك. فانا شايف ان شاء الله يعني بدايه المباراه بيراميدز النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يحقق نتيجه ايجابيه. الموضوع هيختلف بشكل كبير جدا. النادي الاهلي هيقرب بشكل كبير جدا من في الجدول. هتبدا اللعيبه وهيبدا الجهاز يشوف بقى قصه الترتيب بقى والتحرك داخل الجدول. متهيألي ان شاء الله باذن الله المباراه لو تم المكسب هتفرق بشكل كبير جدا في النادي الاهلي، ودي حاجه مهمه جدا الفتره اللي جايه. ازاي فنان الاهلي هيتعامل مع مباراه بيراميدز؟ اتكلمنا في المباراه بشكل عام وراي حضرتك في المباراه. ايه اللي الاهلي حضرتك شايفه ممكن الشكل يبدا ازاي؟ ازاي الاهلي ممكن يستغل الاخطاء الدفاعيه اللي موجوده في دفاع بيراميدز؟ هل الاهلي هيتاثر بالجمهور ولا بيراميدز هو اللي هيتاثر بشكل ايجابي ان الجمهور مش هيكون موجود؟ يعني نتكلم كده في الفنيات اللي ممكن ان شاء الله تكون عامله فارق مع النادي الاهلي في المباراه يوم الجمعه. طيب يعني انا شايف ان بالنسبه للفنيات النادي الاهلي يشتغل عليها في المباراه طبعا رجوع علي معلول انا شايف ان هو عنصر مهم جدا. الفتره اللي فاتت يمكن النادي الاهلي افتقده كتير جدا. يمكن رجوعه المباراه اللي فاتت ادى بشكل كويس. تمام. شايف الجزء اللي تحت الفرويد وليد ازارو برغم الفرص السهله اللي بيضيعها لكن انا شايف مصدر خطوره، مصدر خطوره قويه جدا للنادي الاهلي موضوع تضييق المساحات على لعيبه بيراميدز الضغط بشكل قوي ده هيدي الافضليه للنادي الاهلي. عدم الاستعجال على المكسب او عدم استعجال ان انا عايز اجيب جول من بدري ده ممكن يعني ياثر بشكل كبير جدا على النادي الاهلي. مهم جدا التنظيم الدفاعي للنادي الاهلي طبعا. احنا شفنا المباراه اللي فاتت يمكن كان في اخطاء دفاعيه يعني ما نختلفش الاهلي عنده غيابات واصابات في خط طبعاً. الدفاع دي مأثر عليه بشكل كبير. محتاجين ان احنا يعني نشتغل عليها الفتره اللي جايه بشكل قوي. المباريات القويه اللي زي كده يعني بيراميدز عنده مميزات النادي الاهلي لازم يشتغل عليها ولازم يقفل. طيب ايه اللي يقفل ممكن الخطورات يقفل الخطوره طبعا بتاع يعني ازاي يا كابتن النادي الاهلي يلعب على قفل المساحات او مفاتيح اللعب او الاطراف؟ شايف يا كابتن ان بالتضييق المساحات وان هو يقفل على اهم مفاتيح اللعب ممكن يكون من اهم المفاتيح اللي تؤدي الى فوز النادي الاهلي بالمباراه؟ يعني زي ما قلت طبعا مهم جدا ان انت تشتغل على تضييق المساحات في مباراه زي كده خاصه بيراميدز عندهم الخط اللي قدام كله لعيبه مهاريه بتقدر تتعامل تحت الضغط تقدر تتعامل فرد بشكل فردي بشكل كويس قوي تقدر عندهم حلول طبعا كينو عنده حلول فرديه طبعاً. لازم نقفل عليه بشكل كبير بشكل كويس جدا. محتاجين ان احنا زي ما قلت لك ملخص القصه ديت تضييق المساحات عدم قرب الخطوط كلها بعضها من بعض ما تحاولش ان انت تفتح المساحات مع لعيب
عنده حلول فرديه ده ممكن يسبب لك مشكله. الحاجة التانية لازم تستغل طبعا الأطراف بتاعتنا، هم هيهاجموا هيبقى في مساحات لازم تقدر تستغلها بشكل كويس، لازم يبقى في زيادة عددية من كريم نيدفيد أو علي معلول من اليمين أو الشمال. أنت شايف يا كابتن إن كريم نيدفيد هو أنسب لاعب في الفترة الحالية إن هو يلعب مكان أحمد فتحي اللي غاب لسبب الإصابة؟ يعني هو طبعا الفترة الأخيرة هو شغال في 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 الحتة ديت بشكل جيد، حاسس إن هو مستواه بيعلى كل مباراة عن مباراة، واخد الثقة طبعا من الكابتن محمد يوسف، وانا شايف ان هو ادى الفترة اللي فاتت بشكل كويس، فانا شايف ان هو اقرب واحد ان هو يكون موجود في المكان دوت. زي ما قلت لك علي معلول عليه عامل كبير جدا في الناحية الهجومية، علي معلول لما بيكمل بشكل مستمر في الناحيه الهجوميه بيبقى النادي الاهلي له خطوره، والنادي الاهلي بيبقى ليه سيطره بشكل كبير جدا، فدي من النقط المهمه جدا اللي لازم نستغلها ولازم النادي الاهلي يشتغل عليها. الجمهور هو اللاعب رقم واحد، جمهور النادي الاهلي سواء موجود في الملعب ده بيزيد من اصرار اللعيبه وحماسهم 200%، لكن عدم وجود الجمهور في الفتره الاخيره النادي الاهلي اتعود ان هو بيكسب طبيعي، ودي حاجه من سمه من سمات النادي الاهلي. لكن عدم وجود جمهور في مباراة بيراميدز، هل حضرتك شايف ان ده من حسن حظ نادي بيراميدز ان الجمهور مش هيكون موجود، وهل ممكن ان النادي الاهلي يتأثر، ولا النادي الاهلي متعود الفترة الاخيرة ان هو يكون موجود بدون جمهور؟ لكن زي ما قلت ان الجمهور لو موجود دي حاجة ايجابية بنسبة 200%، فمين الجانب اللي ممكن يتأثر اكتر من التاني بعدم وجود الجمهور؟ يعني طبعا اكيد النادي الاهلي هيتاثر طبعا، لكن مش تاثر اللي هيبقى مبالغ فيه ان النادي الاهلي ممكن ما يحققش نتيجه ايجابيه يعني ان شاء الله في المباراه. طب هل ده من حسن حظ نادي بيراميدز؟ ده طبعا اكيد طبعا، يعني حظهم حلو، يعني جمهور النادي الاهلي طبعا بيبقى ليه تاثير كبير جدا على لعيبته، وان اللعيبه كمان احنا بنبقى مرتبطين بشكل كبير جدا بالجمهور، فاكيد طبعا غياب الجمهور بيبقى عامل سلبي طبعا للنادي الاهلي، لكن دي حاله يعني احنا النادي الاهلي اتحط فيها من فترات طويله، وان شاء الله يعني يعديها، وان شاء الله باذن الله يحقق نتيجه ايجابيه والدنيا تمشي ان شاء الله. طيب يعني عايز اسال حضرتك على جمهور الاهلي في الفتره الاخيره، حضرتك عارف ان الجمهور مش بيقبل غير بالمكسب، النادي الاهلي هو اللي حط جمهوره في خانه المكسب ثم المكسب ثم المكسب، اي تعادل ما بيكونش مرضي على الاطلاق طبعا. الهزيمه حاجه مش مقبوله اصلا. فهل حضرتك شايف ان دي يعني الفتره الحاليه مع النادي الاهلي هل دي حاجه ايجابيه ايضا، ولا جمهور النادي الاهلي لابد ان يتقبل ان الفتره الحاليه هي فتره تغيير اجهزه فنيه، وبالتالي هيكون في بعض التذبذب في المستوى الفني، هيكون موجود استقرار على المدى البعيد، لكن ايه اللي حضرتك ممكن تقوله للجمهور النادي الاهلي من خلال تواجدك معايا في قناه الاهلي؟ يعني طبعا بص يعني من وجهه نظري الجمهور النادي الاهلي بيتاثر اكتر بالاداء مش بالنتائج. طب لو الاهلي يا كابتن وحش وحقق مكسب الجمهور يتقبل، ولا لو النادي الاهلي كان اداؤه كويس وما قدرش يحقق مكسب، ايه الامر اللي ممكن الجمهور يتقبله؟ يعني انا متهيألي في 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 بطولات كتيره او في مواقف كتيره النادي الاهلي كان بي بيخسر، لكن كان بيبقى عامل اداء هايل جدا، وبيبقى مضيع جوان كتير جدا، بيبقى ضاغط الفرقه بشكل كبير جدا، بتطلع الجمهور بيبقى زعلان، لكن ما بيبقاش بنفس طاقه الغضب بتاعه النادي الاهلي بيخسر والاداء مش كويس، ما بتبقاش نفس الدرجه. لكن طبعا فكره ان الجمهور يتقبل طبعا ان النادي الاهلي ممكن يكسب بدون اداء، لان هو متعود ان النادي الاهلي لو كسب بدون اداء الاداء كده كده بيجي مع المكسب، فدي ده بيبقى مؤشر ايجابي. زي ما قلت لك لكن في الاول النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي بيهمه جدا اداء الفرقه، ان هو
عايز يطمن على الفرقه، عايز يطمن على حاله الفرقه، جمعيه اللعب، طريقه اللعب. فالحاجات ديت بتفرق بشكل كبير جدا مع جمهور النادي الاهلي. الحاجه اللي انا عايز اقولها لهم، اكيد الفتره اللي جايه هتكون فيها زي ما انت ما قلت، ممكن عقبال ما اللعيبه تقدر تاخد على اسلوب المدير الفني الجديد او طريقه اللعب او 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 ده ممكن يحصل فيه تذبذب شويه للمستوى. لكن محتاجين احنا الفتره ديت طبعا مسانده الجمهور هتكون مهمه جدا. الجمهور لازم يبقى على علم ان دي بتبقى حاجات طبيعيه او وارده في الكوره، فدي يعني ما فيهاش مشكله الفتره اللي هتبقى فيها مشكله الفتره الجايه ديت ان شاء الله. فاتمنى ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يعني يتجاوز الفتره ديت وان شاء الله يحقق حاجه لجمهوره اداء ونتيجه ان شاء الله. كابتن ابو المجد مصطفى، نورتني وشرفتني. ربنا يخليك يا عمر، انا سعيد جدا ان انا كنت موجود معك النهارده وموجود في نقرات النادي الاهلي. لسه مستمرين مع حضراتكم في الاهلي الليله، ومن الكابتن ابو المجد مصطفى نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر. هنروح لفاصل وبعدين نستقبل واحد ايضا من نجوم النادي الاهلي والمنتخب الوطني، الكابتن امير عبد الحميد.